عصمت عبد الحافظ من مواليد العام 1984، ولدت في قضاء أبي الخصيب وما زلت في قضاء أبي الخصيب، هذا القضاء الجميل، قضاء البساتين والنخيل، قضاء بدر شاكر السياب. أنا فاقد البصر منذ الولادة. درست الابتدائية المرحلة الابتدائية في مدرسة المكفوفين بالبصرة، معهد النور اسمها الرسمي معهد النور للمكفوفين في البصرة. تعلمنا القراءة والكتابة بطريقة برايل. المدرسة تدرس منهج وزارة التربية لكن بطريقة برايل الخاصة بالمكفوفين. بعد ذلك طبعا مدارس المكفوفين بالعراق مقتصرة على المرحلة الابتدائية، فبعد ذلك انتقلت إلى المرحلة الثانوية في المدارس الاعتيادية، وهذا شيء إيجابي، يعني رب ضارة نافعة، لأنه إذا يبقى الشخص في مدرسة منعزل عن المجتمع ما رح يتحقق الاندماج مع المجتمع، ما رح يندمج مع المجتمع. فإحنا بسبب ظروف العراق المدارس الخاصة بالمكفوفين مقتصرة على المرحلة الابتدائية، فبالمرحلة الثانية انتقلت إلى المدارس الاعتيادية. طبعا وضع جديد وطلاب مبصرين، نجلس معاهم ندرس معاهم، بس هنا شيء جيد تكون عندك صداقات وعلاقات مع طلاب الاعتياديين. فهذا كان عام 97، طبعا الابتدائية دخلت لها عام 91 والثانوية دخلت لها عام 97. التحقت بالدراسة الجامعية، كانت دراستي في كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة البصرة، طبعا 4 سنوات قضينا فيها أيام جميلة ورائعة. بعد ذلك تخرجت من الجامعة. طريقة برايل أستخدمها إلي لنفسي فقط، لأن أنا دراسة مع الطلاب الاعتياديين في الثانوية والجامعة، فتكون الدراسة عن طريق الحفظ، أحفظ المادة وأشارك بالدرس وبالمحاضرة بالنسبة للجامعة. بعد التخرج عام 2009 تخرجت من الكلية، بدأت أبحث عن فرصة عمل، يعني ظروف الحصول على فرصة عمل هي بالعراق صعبة بشكل عام لكل الناس، فما بالك لشخص فاقد البصر. فبالتأكيد واجهنا صعوبات للحصول على فرصة عمل، مجتمع ما يتفهم أنه فاقد البصر بإمكانه أن يعمل ويقدم شيء للمجتمع وأن يدرس. أصلاً البعض ما عندهم فكرة أو معلومة أنه فاقد البصر بإمكانه أن يدرس. فبعد معاناة حصلت على وظيفة والحمد لله كمدرس ضمن ملاك تربية البصرة. أنا مدرس منذ العام 2011، مدرس للتربية الإسلامية في إعدادية أبي الخصيب للبنين في البصرة. ولا يؤديه حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. طبعا بالبداية اعترض من اعترض وشكك من شكك انه انت كيف تستطيع التدريس، كيف تستطيع التعامل مع الطلاب وجيل هالوقت وكذا، لكن ثبت لهم بمرور الايام انه انا قادر، يعني ذكرت لهم هذا وثبت لهم اياه بمرور الايام، لانه الدرس حقيقة الدرس لا يدار بالعيون وانما يدار باسلوب المدرس، بشخصيته، بتعامله مع الطلاب. الطلاب كل ما حبوا الاستاذ راح يحبون المادة وراح يحترمونه أكثر ويحبون التعامل وياه. إحنا يعني بالنسبة للمدارس المكفوفين، الطلاب اللي يتخرجون من مدارس المكفوفين نتمنى أن تتوفر لهم المناهج كما ذكرنا، يعني إحنا الآن بجهد شخصي نطبع المناهج، فنتمنى أن الدولة تتبنى هذا الموضوع وتوفر الكتب، وزارة التربية أن تهتم بهذه الشريحة وتوفر لهم الكتب أسوة بالطلاب الآخرين. من انخلق الإنسان بهذه الحياة لم يكن مخير. كل العوائق اللي واجهتنا بهذه الحياة، كل الصعوبات هي مو من اختيارنا، لكن الله سبحانه وتعالى أنطانا قابلية تسمى قابلية التغيير. راح تقولون شنو معناها هذه القابلية؟ يعني أنه إحنا نطلع من داخلنا تغيير ونطلع من عندنا النعم اللي الله سبحانه وتعالى وهبنا إياها، وعن طريقها نحقق نجاحات اللي إحنا نتمناها. ومثال على ذلك أستاذ عصمت، من شخص مكفوف
إلى إنسان مو بس كمل دراسته، لا، إنسان ناجح وحب أن يقدم نجاحات للآخرين أيضا عن طريق مساعدتهم. هذه قصة جدا رائعة وإحنا نفتخر بها، ومثل هيش قصص تكون مثل الشعلة اللي الناس تحب أنه تنظر إلها وتحب أنه تستمد من عندها القوة. جمال هذه القصة مشاهدينا راح تتابعوه أكثر بتفاصيل قصة أستاذ عصمت. أنا بدأت بنشاط بعد تخرجي من الجامعة وبعد أن شفت المجتمع بحاجة إلى التوعية والتثقيف، بدأت بنشاط، زرت الكليات البصرة وزرت المدارس، يعني حصلت على إجازة رسمية بزيارة الكليات والمدارس، وألقيت محاضرات للطلاب، طلاب الجامعة، بعنوان المحاضرة بعنوان كيفية التعامل مع فاقدي البصر. شوف الطلاب اليوم بحاجة، حتى طلاب اليوم يعني غدا عندما يكونون مدرسين وموظفين بالدوائر ومدراء دوائر ما يتفاجئون ويستغربون عندما يشوفون شخص فاقد البصر. فأخذت على عاتقي توعية وتثقيف المجتمع، بدأت بطلاب المدارس وطلاب الكليات، وشفت التفاعل من الطلاب، وشفت الطلاب بحاجة إلى التوعية والتثقيف. وهذا الموضوع أيضاً بحاجة إلى جهد دولة، يعني ما ممكن أنا شخص واحد أقدر أتحدث إلى كل طلاب العراق أو حتى إلى كل طلاب البصرة، فهذا الموضوع هذا يحتاج إلى جهد دولة من أجل توعية وتثقيف المجتمع بكيف يتعامل مع فاقدي البصر. والحمد لله استطعنا إنجاز يعني هذا الأمر وتثقيف عدد كبير من الطلاب، أيضاً من خلال وسائل الإعلام، ظهورنا المتكرر عبر وسائل الإعلام وتوعية وتثقيف المجتمع عبر وسائل الإعلام، إيصال الرسالة للمجتمع. يعني الآن أفضل من العقود السابقة، شوي المجتمع يعني بدأ يعي ما له هذه الشريحة وما عليها. وإحنا متواصلين الحقيقة بالتوعية والتثقيف وأيضا خدمة هذه الشريحة بنفس الوقت. هذه الطابعة إندكس من شركة إندكس السويدية، سويدية المنشأ، نطبع بها كتب المنهجية أو الغير المنهجية، كتب ثقافية، كتب أدبية، كتب منوعة للطلاب المكفوفين، واللي يحب أيضا من المكفوفين أن يقرأ كتب عامة كما ذكرنا. بدأنا بطباعة مناهج المرحلة الابتدائية لتلاميذ معهد النور للمكفوفين في البصرة، وبعد ذلك يعني أتممنا هذا الأمر والحمد لله. بعد ذلك انتقلنا إلى طباعة مناهج المرحلة الثانوية المتوسطة والإعدادية، صف أول، صف ثاني، صف ثالث متوسط. لكن الموضوع يحتاج إلى جهد كبير وإلى تعب، يعني لأنه هذه الطابعة تطبع المادة بصيغة الوورد، تأخذ مادة بصيغة وورد وتطبعها، فعلينا أن حتى نطبع الكتاب بطريقة برايل علينا أن نهيئ المادة المنهجية بصيغة الوورد. تعرفون أنه منهج وزارة التربية يكون على صيغة البي دي اف، ماكو صيغة الوورد، فلازم إحنا نحول الكتب إلى صيغة الوورد ونضبطها بالشكل بالتأكيد يعني، وهذا أمر متعب يعني، حتى البرامج اللي تحول وورد ما تضبط الموضوع إلا أنت تشتغل بإيدك يعني. وأنا اشتغلت كتب المرحلة الابتدائية بإيدي، طبعتها باللابتوب، أنا أستخدم اللابتوب من خلال برنامج ناطق يمكنني من استخدام جهاز اللابتوب. فالكتاب الواحد حتى أهيئ بصيغة الوورد يعني يستغرق عندي تقريبا 15 يوم، بس إذا هيئت بصيغة الوورد بعد ذلك أقدر أسحب من عنده عشرات النسخ بطريقة برايل، بعد يصير جاهز. أهيئ بصيغة الوورد، أجري عليها تعديلات أيضا خاصة بتلائم طريقة برايل، المهم يعني أجري هذا العمل المتعب كله، وبعد ذلك أنتقل إلى الطباعة، أسحب على الورق بطريقة برايل. بعد ذلك انتقلنا إلى منهج المرحلة المتوسطة، شفت أنه لازم نوفر الكتب
للطلاب المكفوفين بالعراق طبعا بالبصرة أولا، هدفنا الأساسي محافظة البصرة وبعد ذلك ننتقل إلى المحافظات الأخرى العزيزة. بدأنا بمنهج المرحلة المتوسطة وأيضا الإعدادية، لكن لم ننجز هذا العمل بعد، يعني منهج المرحلة الثانوية منهج ضخم جدا، والكتاب الواحد يحتاج إلى وقت طويل إلى أن نهيئه بصيغة الوورد حتى نسحب. فالحمد لله يعني توفر عندنا جزء من منهج المرحلة الثانوية إعدادية ومتوسطة، وبدأنا نسحب للطلاب المكفوفين. طبعا طلاب أرسلت إلى طلاب في محافظات أخرى وليس لم نكتفي بالبصرة، لأن هم كلهم طلابنا وأعزائنا وين ما يكونون، المهم هم داخل وطننا الحبيب. فأرسلت كتب إلى طلاب المكفوفين، مدرسة المكفوفين في مدينة الموصل، وطلاب أيضا في المرحلة الثانوية في بغداد أرسلت لهم أيضا، ومستمرين إن شاء الله. أستاذ عصمت من محافظة البصرة، نشوف احنا وياكم هذه القصة الرائعة اللي بيها الشعلة من النور وحب العلم وتقديم المساعدة إلى الآخرين. هذه القصة كان بيها فائدة كلش رائعة لأهالي المكفوفين بعد ما كانوا يعانون من أنه ماكو كادر تدريسي متخصص، ولا أكو هذه الطاقة الحلوة والروح الطيبة والصبر العالي اللي يمتلكه أستاذ عصمت. ساعد الطلاب أيضاً أنهم يحققون أهدافهم ويحققون نجاحات مشابهة لنجاحاته أيضاً. أكيد كنا فخر بأستاذ عصمت ونشجعه دائماً أن يمضي قدماً. هذه القصة مشاهدينا ما انتهت بعدها، نرجع احنا وياكم ونتابع البقية. طبعا دائما اجي للمعهد هنا نشتغل بالكتب، نطبع الكتب. هذا المعهد انا درست فيه يعني المرحله الابتدائيه، تعلمنا الدراسه القراءه الكتابه بطريقه برايل، فدائما اجي للمعهد ما انقطعت. انا مدرس في اعداديه ابو الخصيب مدرسه اعتياديه، لكن بما انه درست بهذا المعهد خاص بالمكفوفين فمهتم بهذا المعهد. نعمل بالمعهد ونعمل ايضا خارج المعهد، نثقف في المجتمع عن هذا المعهد، نعرف الناس، نتحدث للناس عن هذا المعهد. كثير من الناس بحاجة إلى معلومات عن هذا المعهد، كثير من الناس يكون عندهم أبناء بحاجة إلى أن يدرسون في هذا المعهد. هذه الطابعة نطبع بها مناهج وزارة التربية. كانت عندنا مشكلة سابقاً في المناهج، ما كانت عندنا مناهج مطبوعة بطريقة برايل، الآن الحمد لله عندنا الطابعة فنطبع المناهج الدراسية بطريقة برايل وتمكننا من الطباعة. أنا درست بهذا المعهد من عام 1991، كنت في الصف الأول الابتدائي وتخرجت من المعهد عام 1997، أنهيت السادس الابتدائي. طبعا التسعينات كانت ظروف صعبة جدا أيام الحصار الظالم، كنا يعني أماكن مختلفة نسكن طلاب معهد من مناطق مختلفة في البصرة، أماكن بعيدة، فكان يتحتم علينا البقاء في القسم الداخلي، المعهد في قسم داخلي، نبقى بالمعهد أسبوع كامل. سابقا كان الدوام 6 أيام من السبت إلى يوم الخميس. وأذكر يعني مطلع العام 96 تم تقليص الدوام وأضيفت لنا عطلة، فأصبحت العطلة يومي الخميس والجمعة، فنداوم من صباح السبت إلى ظهر الأربعاء.